هنروح مع حضراتكم في وقفة مهمة، وزي ما قلت لحضراتكم عدينا في الفترة دي فترة المماليك في مصر، عدينا فيها في يعني توقفات أو توقف في نقاط مختلفة، لكن احنا عايزين نشوف الموضوع من فوق، مشهد بانورامي، نشوف الموضوع بشمولية. كيف كانت هذه الفترة في مصر؟ فيما جاء بعد ذلك، واحنا عارفين انه طبعا اتكلمنا قبل كده عن ابن اياس ورصد لتاريخ مصر، وانه كان واحد من ابرز طبعا المؤرخين في تاريخ مصر واصدقهم واكثرهم موضوعيه وتجرد، لكن كمان التركيز على هذه الفتره، وعدينا في محطات مختلفه. احنا عايزين نشوف المشهد من فوق، نشوف ازاي كانت الفتره دي بعد فتره زمنيه طويله من النقد والتقييم والرصد والبحث والفحص والمحص وكل الامور، استطعنا ان نصل الى نتيجه. هذه النتيجة هي اللي النهاردة هنتكلم فيها، كيف كانت هذه الفترة، أبرز ما جاء في هذه الفترة، الموضوعات اللي كانت مؤثرة على سياسة الحكم في هذا التوقيت، كيف بدأ الحكم وكيف انتهى الحكم، الأسئلة الأساسية الوجودية الخاصة بفترة المماليك في مصر هنناقشها معنا النهاردة ضيفنا الكريم الأستاذ دكتور طارق منصور، وكيل كلية الأداب سابقا بجامعة عين شمس. ودكتور طارق، منور الدنيا، أهلا بحضرتك في المساء. دكتور طارق، خلينا نحط نقاط محددة وأترك لحضرتك الحديث بنظرة عامة. فترة المماليك متى بدأت؟ متى انتهت؟ كيف بدأت وكيف انتهت؟ متى بدأت؟ يبقى تواريخ 1250 تمام 1517 267 سنة حكموا فيها مصر على فرعين. الفرع الأول سمي المماليك البحرية نسبة إلى بحر النيل. انت عارفه حتى في الثقافه الشعبيه بتاعتنا لحد فتره قريبه ما كانوش يقولوا نهر النيل، كانوا يقولوا بحر النيل. حتى السيده ام كلثوم غنت اغنيه برضو كانت بتقول بحر النيل فيها كعباره الله يرحمها. فعشان كانوا بيسموه بحر النيل وكانوا ساكنين في الروضه، الملك الصالح الايوبي جابهم وقعدهم في الروضه وبنى لهم هناك، لان الروضه هنا في المنيل، وبنى لهم حصون هناك جنب القصر بتاعه، فعشان كده عرفوا باسم المماليك البحريه. والصفة الثانية اللي يمكن البعض ما يعرفهاش، انه كان كل مملوك بينسب الى سيده، بيشيل النسب بتاع سيده، لان بعضهم كان معلوم النسب وبعضهم مجهول النسب، كأسرى حروب او مخطوفين او جايبينهم من اسواق النخاسة او كذا، واتباعوا هنا في اسواق القاهرة، فعشان يميزوه فكان بيحمل الصفة بتاعت سيده. يعني مثلا اول من جابهم واقتناهم وكبرهم وعملهم فرقه في الجيش كان الصالح نجم الدين ايوب، اخر ملوك الدوله الايوبيه اللي اسسها صلاح الدين الايوبي. فعشان كده يعرفوا باسم المماليك الصلاحيه النجميه. يعني الصلاحيه النجميه نسبه الى الصالح نجم الدين ايوب. ده في نقطه مهمه، انا اسفه هتوقف مع حضرتك واستفيد من وجودك. فيما يخص تاريخ الانساب في الفتره دي، يبدو وقرات في اكثر من موضع انه ينتهي النسب عند كذا او يتوقف النسب عند اسم فلان وهو ليس من نسله وليس من نسبه، وحصل خلل او ما يشبه الخلل في تاريخ الانساب في الفتره دي لدوله المماليك او لما يخص المماليك. هي مش انساب يا منام قصواء بقدر ما هو عشان نعرف انت تبع مين. انت تبع انهي امير؟ لان كل امير له ثقله ووزنه في المجتمع المملوكي، وبالتالي التابعين له من المماليك ايضا هم كمان كل واحد بيحملوا نفس الثقل السياسي والعسكري اللي في البلد. فدول طبعا الكبير بقى خالص اللي هو الملك نفسه الصالح نجم الدين ايوب، فخلاص بقى ما حدش يقدر يتكلم معاهم الخصكية بتاعته أو الحاشية الخاصة بتاعته، محدش يقدر يتكلم بقى. أنا ممتنة لتبسيط حضرتك للموضوع ببساطة شديدة. الفرع الثاني دول استمروا من 1250 وهقف عند البداية لأنها حاجة فاني شوية، وبعدين هينتهوا 1382. الفترة الثانية بقى بتعقب ده لحد 1517 ما كانوش بالرفاهية بتاعة البحرية. دول طلعوا بقى القلعة وسكنوا القلعه اللي موجوده حاليا بطريق صلاح سالم، وقعدوا في الابراج العسكريه، عشان كده عرفوا باسم المماليك البرجيه نسبه لابراج القلعه. وبعض المؤرخين بيسميهم المماليك الجراكسه او الشراكسه نسبه الى بلاد شركس اللي جم منها في شمال القوقاز والمناطق الشماليه اللي هي ما بين البحر الاسود وبحر قزوين وشمال ايران وجنوب روسيا وبحر الفولجا. المنطقه دي كلها هي اللي استخدموهم ايا كانت طريقه الاستخدام بقى. يعني دي نقطه الحقيقه قد تكون غير ادميه شويه، بس هو ده كانت العصور دي كده، زي ما كان في عبيد كان من افريقيا السائد. زي ما كان في عبيد من افريقيا بيستعبدوا غصب عنهم مش بارادتهم، برضو المماليك دول كانوا بيجيبوهم ويبيعوهم في الاسواق
هنا الفرع الثاني بقى المملكة البرجية هو اللي بينتهي 1517. نعمل بلاي باك ونرجع عن البداية، ده بالنسبة للزمن. بالنسبة للحدث، الحدث يبقى لازم نقول شجر الدر، وليست شجر الدر زي البعض ما بيقول، هي كان اسمها شجر الدر وليس شجرة الدر. دي هذه السيدة دي كانت مملوكة ضمن المماليك بتوع الملك صالح نجم الدين أيوب. قرر ان هي تبقى زوجته وتبقى سيدة القصر، وربنا أشاء لها انها تنتقل بقى مش مملوكة عادية، دي بقت يعني سيدة القصر. وبرزت الأحداث أو حصلت الأحداث بصورة، أحيانا تحصل أحداث فتطلع بطل. الأحداث حصلت في الوقت ده فطلعت بطل، البطل ده أنه سيدة هي اللي تقود مصر. لما زوجها الصالح نجم الدين أيوب بيموت في ظرف عصيب مصر كانت بتمر فيه، الملك الفرنسي لويس التاسع بيهاجم مصر 1249 بالحملة الصليبية السبعة، العساكر هزموا عند دمياط، دخلوا على المنصورة، البلد بتغرق، فيش حد بيعين، بيموت الصالح نجم الدين أيوب في نفس الفترة. في وسط خدم الأحداث، ودي امرأة تعمل إيه والمماليك وكان عليها مآخذ كثيرة وتحفظات كثيرة، إنجاز التعبير يمكن هاجل حضرتك، مش هنسهب في ده، مش هنمشي على طول عشان هو يعني يعني اتفضل. المهم يعني فطبعا شجر الدر خبت خبر وفاة زوجها عشان ما يحصلش أي خلل في الجيش اللي المصري اللي بيحارب ضد الصليبيين، وعشان تفضل الأمور متماسكة، لأن الخبر لو تسرب للمعسكر الصليبي يبقى تقولي على مصر السلام قولا واحدا. فكانت حريصة جدا أنها تخفي الخبر، وبعتت لابنه كان في بلاد الشام اسمه ترانشا، قالت له تعالى عشان تستلم الحكم بعد أبوك، هي مرات أبوه، فتعالى عشان تستلم الحكم بعد مرات أبوك. هنا بقى الأحداث الدرامية بقى اللي فيها الستات بقى، فيها الشغل كيد النساء بقى إذا جاز التعبير. الراجل جه وترانشا، وبعدين قال لها انت كفايه عليكي كده بقى، كتر خيرك، احنا بقى سيبينا بقى عشان حضرتك مش واخد بالك، انا الملكه شجر الدر مرات الصالح نجم الدين ايوب اللي يعني مسكت البلد وظبطتها على ما انت تيجي وكذا. معلش بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك، لا بعد اذن حضرتك بقى، بعد اذنك انت بقى، ببساطه شديده يعني. وراحت عملت مؤامره عشان تخلص منه، لأنها لم تتقبل أن هي تم تهميشها من المشهد، فعملت مؤامرة. وهو الملك دايما نقول إيه، مات غريقا حريقا، له ثلاث صفات كده، مات غريقا حريقا قتيلا، ثلاث صفات أبشع من بعض. فعملت زي مؤامرة كده مع المماليك، أصحابها بقى وقريبها اللي معاها، القادة المماليك، وحصروا الترانشا، طلع البرج رموه بالسهام، رمى نفسه في المية فمات غريقا. يعني ثلاث طرق في وقت واحد، قتيلا حريقا غريقا. وخلصت، أصبح مين دلوقتي اللي بيدير البلاد؟ شجر الدر. دي البداية الدرامية، دي بداية المماليك بقى في الأحداث، من إن هم مجرد فرقة عسكرية تبع الصالح نجم الدين أيوب، بيتحولوا بقى لإيه؟ دلوقتي هنبقى قادة، ما عادش في بقى حاجة اسمها الأيوبيين ولا عاد في كذا، إحنا قادة البلاد، البلد هتغرق دلوقتي والصليبيين في المنصورة والدنيا هتغرق. فتحولت إن هي قادة البلاد. ولما وصل الخبر للخليفة العباسي في بغداد، يعني إيه ست اللي تحكم البلاد؟ فراح بعت لهم رسالة، لو كانت البلاد معناها يعني تعدمت من الرجالة نبعت لكم حد من عندنا. هي بقى بذكائها الأنثوي قررت إن هي تتجوز عز المعز أيبك، أحد قادة المماليك الكبار، وبقى هو يعتبر رسميا أول سلطان. لكن الحقيقة شجر الدر تعتبر هي المؤسسة للمماليك، مش قادة عسكريين، كحكام كحكام لمصر، وجود في الحكم أو كحكام يعني لمصر. أقدمهم وأيبك يعتبر هو أول واحد. باقي الأحداث مع أيبك هي اللي شفناها في الفيلم اللي حضرتك كلنا شفناه يعني، وإن كان في بعض المشاهد الدرامية، لكن هو حصل بقى مؤامرات بقى وكلام من ده، واتقتل بالأبئيب في الحمام، وهي كمان اتقتلت بعد كده بنفس الطريقة. وتيجي بقى يا مدام قسوة الحدث الأعظم في تاريخ مصر، اللي أنا بقوله يعني to be or not to be،
ان 1260 التتار جايين بيجتاحوا العالم. العالم نووي بيجتاحوا كل حاجه في طريقهم بهمجيه ودمويه وعشوائيه وكل المسميات، ودخلوا بغداد وقتلوا الخليفه وكسروا مكتبه الحكمه ويعني عملوا ابشع حاجات ممكن تتخيلها. ازيلت نصف حضاره بغداد بيهم، الحضاره كلها يعني في طول طريقهم من اوسط اسيا لحد ما وصلوا مفيش حد نجا من طريقهم. وحتى هم لما بعتوا لمصر يعني كان في عبارة كده مشهورة يعني قال إيه بيهددونا؟ قال إيه بيهددوا المصريين؟ نحن لا نرق لمن اشتكى. يعني أي واحد يتوسل إلينا أو كذا قلبنا ما بيرقش. ده دليل على إيه؟ إن القتل هو نقول إيه الحل الأوحد عندهم. الحقيقة هنا يعني مصر ما تهزتش ولا خافت ولا تراجعت. وهنا بقى أنا بعتبر أول وأعظم حدث في تاريخ مصر مش في الوقت ده، لا في الفترة دي كلها، لأن حجم الخطر اللي موجود كان أعظم بكتير من خطر الصليبيين اللي قابلهم صلاح الدين في حطين. يعني إحنا دايما بنعتز بصلاح الدين الأيوبي كرمز من رموزنا العربية والإسلامية في العالم الإسلامي، لكن اللي يعرف حقيقة التتار واللي عملوه في العالم ووقفوا على أبواب مصر، ومصر خرجت جيشها بقيادة قطز ومعاه القائد بتاعه بايبرس البندقداري، وإن هما ما استنوش لما يدخل مصر قالوا إحنا هنخرج. هنا بقول يا جماعة من فضلكم نركز، الجيش المصري خرج بقيادة المماليك، مش المماليك اللي خرجوا. أرجوكم لا تهمشوا المصريين من المشهد. دي لفتة مهمة جدا. جيشنا العظيم في الوقت ده هو اللي خرج بقيادة المماليك، ويشاء المولى عز وجل في 1260 عين جالوت يعملوا خطة عبقرية لمحاصرة القوات بتاع التتار اللي هي كانت توازي مثلا ايه زي ربنا ما اكرمنا كده في حرب 73 بالنصر العظيم من عند ربنا. هو نفس القصة، كان ممكن يبقى فيه عسكري مصري في جيش المماليك بس قصاده 100 واحد من التتار، لكن هو إلهام من عند الله وحنكة عسكرية وتخطيط صح وقيادة صح وشجاعة. ده أهم وأعظم محطة إذا جاز التعبير وأول سكور في تاريخ المماليك وفي تاريخ مصر. النقطة دي بتوصف زي ما حضرتك قلت أنها أهم وأول، لكن بتوصف بأنها نقطة الثبات والوجود طبعاً. فيما يخص المماليك طبعاً. في مصر، وان هم نظر اليهم بشكل مختلف من المصريين، وحصل نوع من التفاعل الايجابي او الموده انجاز التعبير الكبيره بعد هذا الانتصار. هو ما حدش كان يتخيل ان مصر هتهزم التتار. ومصر لوحدها بجيشها بدون اي مساعده من اي حد في ذلك الوقت. لكن النقطه الثانيه ان جيش مصر هيخرج مش هيستنى لما يجي له التتار. إن هيقتلوا الرسول بتاع التتار مش هيطبطبوا عليه ويقولوا له والنبي احنا خايفين، طب قول لهولاكو يستنى علينا شويه. مفيش الكلام ده خالص. الرد كان قتل، معنى قتل الرسول يعني اعلان حرب، اعلان حاله الحرب. فمصر هي اللي اعلنت حاله الحرب على التتار في ذلك الوقت. دفاع. نقطه مهمه جدا يا منقص، وان انت قلبك ما يتهزش، مصر قلبها ما يتهزش ابدا ولا تخاف. وعشان كده هي زي ما سعادتك تفضلتي هي نقطه الثبات والانطلاق لمنجزات ومآثر المماليك فيما هو قادم. بس عايز أقول هي مآثر المصريين في عهد المماليك. طيب دي برضو أنا يعني سعيدة جدا وممتنة ببعض اللفتات اللي حضرتك بتحطها، لأنها بتحدد الإطار التاريخي لنا وبتحدد حجم المصريين على مر التاريخ كانوا بيتعاملوا إزاي أيا كان الحاكم. ده اللي كنا بنتكلم فيه حتى في مصر القديمة وفي حقب زمنية مختلفة. دكتور لو حبيت بقى برضو بنظرة شمولية وأستفيد من وجود حضرتك أكتر، أهم الحكام اللي ممكن نلفت النظر ليهم، أهم الأحداث اللي ممكن نعلق عليها باختصار عشان نحافظ على وقت البرنامج. المصريين والجيش المصري في عهد المماليك هو اللي طرد بقايا الصليبيين من بلاد الشام. دي نقطة مهمة جدا جدا. الأشرف خليل بن قلاوون هي بيحسب له أنه في 1291 كان لسه عكا نقول إيه مستعمرة صليبية قوية جدا، وإحنا عارفين حصانة مدينة عكا على مر التاريخ، صيدا مدينة صيدا في لبنان، وغيرها من المدن اللبنانية كلها معاقل صليبية الفرنجة هم اللي بيحتلوها.
فجه الأشرف خليل بن قلون، واستطاع أن هو في 1291 يكتسح بالجيش المصري بقيادته المملوكية يكتسح الساحل الشامي ويطرد كل الصليبين وينظف بلادنا تماما من الوجود الصليبي. فكانت النتيجة الرد على هذا النصر العظيم أن كل الصليبين طلعوا على قبرص وجعلوا من قبرص محطة انطلاق ضد مصر. دي محطة يمكن بعتبرها المحطة الثانية المهمة قوي. المحطة الثالثة بقى في 1365 بملك قبرص بيهاجم مصر، هاجم اسكندرية، وحملة عنيفة جدا بنعتبرها حملة صليبية عنيفة جدا. فكان الرد من مصر برضو ان خرج الاسطول المصري في ثلاث حملات متوالية 1424 25 26. في 26 قبرص بقت إدارة مصرية لمدة 100 سنة. لمدة 100 سنة قبرص مصر هي اللي بتحكمها بأي صفة هي بتحكمها، بتدر، واللي بيحكم هناك بيحكم باسم مصر. المحطة الأخيرة اللي عايز أقف عنها، ده طبعا إنجازات هائلة جدا وفيها كلام كتير. المحطة الأخيرة بريفلي كده برضو هي نهاية المماليك. لأن دي الحقيقة المصريين كتير زعلوا وحزنوا وكان بكاء وعويل من المصريين أهل البلد. المفترض أن المماليك دول مش مصريين في الأصل. في لما جه السلطان التركي العثماني وخلاص يعني وطن لنفسه في شمال أوروبا ودخل البلقان ودخل القسطنطينية ودخل البلقان، وهو قال لك نلف بقى كده الدايرة ندخل على العالم العربي، على ننزل بقى جنوبا، لقى أن مصر واقفة له. وخرج الجيش المصري بقيادة سلطان قنصوة الغوري في مرج دابق 1516 وانتصر الجيش المصري في بداية المعركة. فبعت له السلطان التركي ويعني في خدعة وتزلل وقال له قنصوة الغوري أنت عمنا وأنت أستاذنا وإحنا تعلمنا منك وإحنا كذا، في الوقت اللي كان بيتدبر فيه خيانة مع قادة، مع بعض القادة في الجيش المصري. ولما المرحلة الثانية من المعركة للأسف اتهزم الجيش المصري وقتل السلطان قنصوة الغوري نتيجة خيانة خير بيك، واحنا حتى بنسميه خاين بيك وليس خير بيك، هو وأحد القادة التانيين. وبيدخل السلطان العثماني بلاد الشام بالخيانة وبيهزم الجيش المصري بالخيانة وليس بالكفاءة. وبيدخل هنا بقى في مصر، خرج الشعب المصري مع السلطان تومان باي وقرروا ان هم يطلعوا يقابلوا الاتراك وما يسمحوش لهم بدخول مصر ابدا. وفعلا خرج تومان بيه وخرج معاه المصريين، وده مثبت ابن اياس قايل هذا الكلام، ابن اياس وخرج المصريين عامه الناس خرجوا مع تومان بيه وشكل جيش تاني غير اللي اتهزم فوق وحفروا الخنادق وكذا. لكن للاسف الخيانه برضو كانت هي ده الاتراك في تعاملهم في ذلك الوقت مع الامور. رشوا بعض هي يبدو انها سياسه مستمره، نمط تفكير مستمر للاسف يا مدام قصوى. فرشوا بعض العربان وليس المصريين، العربان اللي هم البدوانز اللي عايشين في الصحارى بتاع الصحراء الشرقيه، الصحراء الشرقيه اللي هي اقصد محافظه الشرقيه يعني. ورشوهم بدأوا يبلغوهم بالخطط بتاعة تومان باي. فأدركوا كل الخطط فراحوا تعاملوا مع الخطط بطريقة عكسية. وعملوا التفاف واسع المدى في ظهر الجيش المصري المرابط. فضل تومان باي مع المصريين يحاربهم هنا من حي لحي ومن شارع لشارع، حرب عصابات. لدرجة أن السلطان سليم الأول خاف يدخل القاهرة لمدة كذا يوم، قال لك لا، أما أضمن أن أنا انتصرت وان ما عادش في مقاومه ادخل لان بالشكل ده. وطبعا المصريين اذقوهم الويل، لكن برضه للمره الثانيه بيتم خيانه تومان باي. فبيضطر تومان باي انه يهرب ويستخبى عند احد العربان في البحيره، محافظه البحيره حاليا يعني. للاسف الشديد هذا الشيخ العربان يعني حسن بن مرعي بلغ سليم الاول ان انا عنده تومان باي، فقبضوا عليه وبعتوه. هنا بقى الفاينل الكلوز بقى في المشهد مع المماليك، المصريين مصطفين يمين وشمال عند باب زويلة في الغورية. وباب زويلة اللي زال موجود يشهد على الحادثة، بيبكوا بالدموع وبالعويل وبالصويت. وهو راكب الفرس مقيد وكان بيحييهم، حتى برغم من قيده كان بيحييهم
ولما شاف المشنقة متعلقة على باب زيولة أدرك إن هو هيتشنق. وقبلها دخل في سجال فج مع السلطان سليم راس براس، واخد بال حضرتك؟ فبدل ما يعفو عنه أحد القادة قال له أنت لو سبته هيبقى جيب مقاومة والمصريين هيلتفوا عليه ومش هتسيطر على مصر، فاقتله أو اعدمه أحسن ويبقى كده خلصنا منه. وخرج طمان باي وطلع بنفسه على باب زويلة من فوق. شوف الشجاعة، قال له يا مشعل شوف شغلك. اللي هو يعني الراجل اللي قايم مسؤول عن الإعدام زي عشماوي كده دلوقتي، بكل شجاعة قال له شوف شغلك، يلا اتفضل اعدم. واسمعي وصف ابن زنبل الرمال لهذا المشهد، تبكي من بكاء المصريين. أنا شفت لما قريت الكتاب شفت المصريين بعيني وتخيلت المشهد، لأن أنا عارف الغورية كويس، وهم بيبكوا على هذا السلطان اللي كان له شعبية كبيرة برغم أنه ما حكمهمش غير يمكن شهور في 1517. كان مثل أيقونة الدفاع عن الوطن بمقتل تومان باي 1517. يعتبر كده انتهى المماليك من الناحية السياسية، ولكن يشاء القدر يا مدام قسماء أن يظل المماليك لحد النهاردة أعظم حضارة اتعملت في مصر، وعمارة ومساجد ومدارس وحاجات كتير جدا هي بقايا العصر المملوكي. الجانب الحضاري هو أهم بكتير في العصر الحديث. أنا بشكر حضرتك على وجودك معنا النهاردة، والحقيقة أنا يعني في صمت تام استمتاعا بالسرد وبالحكي وبكل المحطات اللي حضرتك توقفت عندها بالتبسيط وبسرعة وبدقة. أيضا بشكر حضرتك على وجودك معنا النهاردة ضيفي الكريم أستاذ دكتور طارق منصور وكيل كلية الأداب جامعة عين شمس. شكرا جزيلا لوجودك معنا وللحديث بقية إن شاء الله. إن شاء الله نورتنا. شكرا لحضرتك. مع حضراتكم من هذه الوقفة، وفكرت حضراتكم ورجعوا للمحطات مختلفة، وقفنا عند كتب مختلفة، عند مؤرخين رصدوا، كنا لسه من حلقات مع ابن إياس وكيف وصف الفترة اللي كان بيعاصرها، وكيف وصف ما سبقه في العصر المملوكي، وكيف وصف يعني هذا الاحتلال العثماني التركي إنجاز التعبير كما وصف ابن إياس في هذا، وكلمات يعني عصيبة وقوية ودقيقة رصد بها، أو وصف رائع جدا رصد به الحالة المصرية في هذا التوقيت. وحبينا نمر مع حضراتكم شمولية على الموضوع إن شاء الله في توقف مع كل فترة من الفترات المهمة خاصة تفضل الدكتور بذكرها. نخرج فاصل ونرجع مكمل مع حضراتكم في العصف والريحان.